وزيدان يعني لعيبه تقيله واساميها تقيله. كابتن ابراهيم، راي حضرتك ايه في ابو تريكه امبارح؟ يعني انا شايف ان برضو يعني انا بالنسبه لي وجهه نظري ان انا ما شفتش حد من اللعيبه يعني لعيب تقول نجم المباراه امبارح بامانه. انا شايف ان في حماس، في كل واحد بيحاول ان زي ما بتقول زي ما قلت في كله بيتسابق ان هو يبقى كويس، ان يساعد، ان يبقى يظهر بصوره كويسه، انما ما كانش فيه تقدر تقول نجم المباراه كذا. ابو تريكه كان بيختفي ويظهر على فترات، نفس الشيء محمد صلاح، نفس الشيء حسني، يعني مش شايف ان انا اقدر اقول لك. وعبد الشافي نفس الشيء، يعني شايف العيب عامه، انا بتكلم يعني بصفه خاصه، عبد الشافي بيبقى مستواه ثابت في كل، حتى مع نادي الزمالك، مع بيحس الراجل جندي مجهول في الملعب، بيأدي دوره كويس قوي، بيغطي كويس، بيلعب الصح، ما بيغلطش، ما بيفقدش الكره بسرعه بسهوله، الباصات اللي طالعه من عنده صح. يعني انا بتكلم بصفه خاصه لعبد الشافي، انما بصفه عامه انا شايف اجتهادات في الملعب، انما مش شايف ان انا اقدر اقول ايه النهارده نجم المباراه مثلا ابو تريك، او نجم المباراه مثلا عبد الشافي. انا شايف ان كل المجموعه أدت، إنما مش شايف السوبر، اللعيب السوبر اللي كان موجود، اللي إن أنا أقدر أقول رجل المباراة يعني. كابتن إبراهيم، يعني في 90 كان في مجموعتكم ليبيريا، ملاوي، كينيا،